نصر هاربي الملقب بالعقاب المخادع يعيش بسرية تامة وبعيداً عن البشر، لكن إن شاهدته أحرص على أن تغير مسارك. يتواجد في وسط وجنوب أمريكا وغابات الأمازون، وبسبب ضخامته يعتقد البعض بأنه شخص متنكر، حيث يبلغ طوله متراً ويمتد لمترين عند امتداد جناحيه. وزنه يصل لتسعة كيلوغرامات، عشه ضخم يتسع لإنسان بالغ. لديه قدرة على الرؤية والسمع حادة جداً، يستطيع رؤية ما يقل حجمه عن بوصة من مسافة 200 متر تقريباً. سرعته تصل لثمانين كيلومتراً في الساعة. بسبب منقاره الحاد كالسيف ومخالبه القوية، يكون قادراً على تناول أي كائن حي بكل سهولة، ليصبح خطراً على كل مار حتى لو كان إنساناً. القردة وحيوان الكسلان هما وجبته المفضلة. فهل سمعت عن العقاب المخادع من قبل؟